عدد بقى عددهم 27 واحد من فوج السادس، وراح ندققهم امنيا زين، وما تشوفون قبالكم معززين مكرمين حامل بالفوج زين، تمام طيناهم الماء والعصائر، وراح ندققهم امنيا ان شاء الله، وندعو اهاليتهم ان يجون يستلموهم بعد ان ندققهم من قبل الجهات الامنيه. استقبلناهم تدري مثل ما تستقبل اي شخص، وجبناهم ويانا ومعززين مكرمين، وهسه علينا موجودين ضباط استخبارات وراح يشيكونهم ويان حاسبه، والمطلوب يسلمون للجهات الامنيه، والما مطلوب يجون اهله يتكفلون ويطلعونه. يجيبون سجناء بيا اذا عامل شو اليوم يعني ايش السالفه؟ طبعا لا ويا رب يحفظكم ويستركم، والحمد لله والشكر لمن طلعنا، والحمد لله والشكر يا ربي، مشكورين على جهدكم ومشكورين، ورحم الله والديكم ما قصرتوا وما قصرتوا، ومشكور المحافظ سيد المحافظ خاصة. بس انتوا والله ننتظر بس اعواننا يجون يتكفلون ان شاء الله نطلع ان شاء الله. ما ادري هم شلون السيد المحافظ وقوات السواد والقادة والمنتسبين جميع إن شاء الله، وأشكر قناة صلاح الدين الفضائية على جهودهم هاي إن شاء الله، الله ينصركم ويخليكم للمحافظة ولأهل المحافظة.